الترجي بيتفوق، الترجي بيثبت وجوده وحضوره في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على المريخ السوداني في أرض المريخ السوداني، وساب بقى المعركة تتسع بين شباب بولسداد والزمالك والمريخ السوداني، بقى خبطوا في بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ماشي، أنا خلاص في دور الثمانية. النهاردة مباراة جميلة جدا من الترجي التونسي قصاد المريخ السوداني، اللي كان يعني منتظر منه مباراة أقوى من كده، لأنه كان اتغلب في الماتش الأولاني من الترجي في الدقيقة 94 أو 95 1-0 في مباراة قوية جدا في تونس. والنهارده مباراة أقل بالنسبة للمريخ السوداني ومباراة أقوى من الترجي، لأن الترجي قال لك أنا عاوز أخلص الفيلم وأخلص من الموضوع ده خالص خالص، وساب المعركة متسعة بقى بين الزمالك وشباب بولوزداد النهارده. يعني شباب بولوزداد لو كسب خلاص يبقى الزمالك بره والمريخ بره، الزمالك يتعادل هنقول فيه كلام، لسه بقى لسه فيه كلام، وهنستنى بقى طريقة نتيجة الترجي أمام شباب بولوزداد زي ما استنينا قبل كده نتيجة الترجي ومولودية الجزائر من سنتين، وطلعت في صالح مولودية الجزائر والترجي والزمالك طلع بره، خد باي باي. فالزمالك النهارده مطلوب منه انه يكسب، يكسب شباب بلوزداد. هتقول لي الزمالك بيلعب في الجزائر، بيلعب في اوروبا، بيلعب في السنغال، المهم ان الزمالك النهارده مطالب بالفوز. النهارده التعادل بتاع الزمالك معناه بنسبه 105% ان انت بقى ايه، انسى الموضوع وانسى الفيلم. المريخ السوداني والزمالك متعلق نتيجهم بمباراه الزمالك وشباب بلوزداد، يعني المريخ ليه امل في الموضوع؟ اه ليه، وليه حسبه كده، حسب تتوقف برضو على ماتش الترجي وشباب بولسداد اللي قادم. يعني الترجي ممكن شباب بولسداد يكسب الترجي فيدي، او الترجي يكسب شباب بولسداد، فالموضوع يبقى فيه صراع بين الزمالك وبين المريخ السوداني. انت في حاله ايه لو الزمالك اتعادل النهارده او الزمالك كسب النهارده؟ يبقى مباراه المريخ والسوداني مع الزمالك ليها فايده بالنسبه للمريخ السوداني، مباراه يعني عمليه حزبيه كده فيها لفه وفيها دوران. لكن الترجي قال لهم ايه؟ السلام عليكم، محمد بن حموده خطف جون في الدقيقه 23 وقال لهم انا ماشي، المعركه دي انا ماليش فيها، انا بخلص دوري وخلاص. دي الفرق اللي عايزه تصعد وبتلعب على بطوله، ويلا هنشوف ايه اللي هيحصل النهارده. لازم الزمالك يشد حيله عشان يصعد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.